صباح النور. كيفك يوسف؟ الحمد لله ما شاء الله. كل التوازن ناطرينه منك اليوم. صح. أنا حاس حالي شايفني. هلا الوزن لك يوم. يوسف شو أهمية تمارين التوازن وشو المقصود فيها؟ هلا خلينا نحكي شغله احلى نفوت فيها بالحياه. الحياه هي عباره عن كلمه واحده، توازن. نعم. مشان هيك الجسم هو عباره عن توازن. اذا ما كان في توازن بجسمنا وبحياتنا كل شيء بيكون غلط، يعني مش بس بالرياضه، بكل شيء اجمالا. نعم. مشان هيك التوازن هو بيساعدنا نحمل جسمنا، نقدر نحمل شغلات فينا نحن نحملها، شغلنا الى اخره، لانه قله التوازن بالجسم تعملنا ستريس وبتفوتنا بموت صعب، او يعني في خلينا نتحمل زملائنا طبعا 100%. هذا الشيء اللي مثبتني بعده بالشغل، اهم شغله انه بتحمل عندي توازن. ما هو انا كثير رح استفيد من هاي الشغله. هو فعليا التوازن قبل ما يكون توازن جسم هو توازن بالعقل، لنقدر نحن نقدر نسيطر على جسمنا ونفوت بهذا الشيء. فاي شخص هو بحب يعمل رياضه حتى اذا بده يتقدم بعدين بالرياضه، ضروري يكون هذا الشيء اساسه توازن العضلات بالجسم. مش انه المهم تمرنا وكبرنا عضلات، هذا الشيء غير كليا. يعني انت بتنصح قبل تمرين العضلات بتقويه التوازن بجسمنا؟ اكيد اكيد، وهي بتعتبر فينا نقول عضلات كثير صغيره بالجسم. هذا الشيء ببين معنا نحن دائما بنكون عم نمرن اشخاص يعتبروا اثليتس او اشخاص هن بروفيشنال بالعالم. بوقت التمرين ببين انه في شيء غلط، بيصير جسمهم يهز. هيدا عباره انه في بعض كثير عضلات بجسمهم ما تقوت لانه تمارين التوازن ما انعملت فعليا عليهم. نعم. في نعم. واقع حال انه جهه بجسمنا يمكن تكون اقوى من جهه ثانيه. صح، هيدا اي انسان ممكن تكون عنده اياها. هل نعم. التوازن ممكن يخلق هالمعادله او هالتعادل بين أكيد. الجهتين؟ اكيد هيدي التمارين بتصير هون بفوت باوزان، بصير فيها طريقه وتكنيك كثير كبير مع نعم. الوقت اكيد بتصلح هذا الموضوع كله. نعم, نعم. هلا نعم. التوازن رح تساعدنا كمان انه تتحسن حركتنا كمان اليوميه. صحيح اكيد، ودوره دمويه نعم. اكيد كثير بتساعد كان عند الرجال او عند النساء. تمارين التوازن هي شيء كثير اساسي كان الصبح او بالليل. نعم بس لها علاقه بالناس اللي عندهم عدم توازن بالحركه، يعني مش قصدي كرياضيا. انا قصدي انه اللي بحس بدوخه ربما، او اللي دائما بحس حاله انه بيضوج بسرعه، هل هالموضوع ممكن يساعده؟ ممكن مطرح من المطارح يكون مرتبط بهذا الشيء اكيد. زائد على هذا الموضوع في اشخاص هن خلقه بكون خلقه ربنا عندهم مشكله بتوازن العضل. نحن كثير بنركز، وهذه الشغله من شغلاتي اللي انا بمرن فيها وبساعد العالم فيها، انه نقدر نعمل لهم توازن بالعضلات تيقدر يسيطر على مشيته او حركته. نعم خلينا اليوم عندنا اوزان حره لهبه شحاده. مزبوط، هذه لهبه ولامين. امين بحب الاوزان الخفيفه. ليش؟ طيب نحن مشان هيك مثل ما شايفين انا معي تقريبا كيلو بكيلو ولا شيء. هلا في عالم بتستغرب انه كيف كيلو كيلو. هو التوازن بيعتمد على الوزن الواطي والتعداد العالي، يكونوا حركتين عم حرك القسم السفلي من جسمي والقسم العلوي. مشان هيك انا فرجيكم شو راح اعمل اليوم. هلا بايدك اليمين في كيلو خيار وايدك الشمال كيلو بطاطا. بطاطا ما فيني اكل، عامل دايت. على كل حال هلا مثل ما شايفين هول 2 كيلو. التمرين حيكون عباره عن الاجرين الارجل بنفس الوقت الكتف، اجمالا عم يشتغل جسمي كله. وهلا بنشوف كيف. هلا حنبلش فيها تمرين السكوات او تمرين القرفصه. مثل ما شايفين نحن ايدي بدي احطهم هون، عم باخذ البوز تبع الشولدرز او الكتافي، عم بنزل فيها، بوقف هون، بطلع بنزل، برجع بطلع فيها مثل ما شايفين، بنزل باجري اول شيء، برجع بطلع وبنزل. هلا بشرح شغله كثير على قصه السكوات او القرفصاء، في عالم ما بيقدروا يعملوها 90 درجه. برجع بطلع هلا بطريقه اسرع، بطلع بنزل هون هيدا الشكل، بنزل راسك كانه ضروري يبقى بالنص. صح، وظهري هلا اذا بخلي الكاميرا تشوفني للعالم يقدروا ينتبهوا اكثر، هيدا ظهري مثل ما شايفين نازل نزول. اذا شي فيني احط ايدي على اجري على الركبه لهذا الشكل، ظهري مزبوط، اجري فينا نعتبرهم 90 درجه بهذا الشكل، وعم بطلع بايدي وبنزل قد ما فيي. لانه اذا تاه نظرك ممكن يضيع التوازن كثير، مش شوي كثير. هذا النظر كثير له دور، حتى تغميض العيون غلط بالتمرين اذا انا بعمل تمارين توازن غير البادي بيلدينج او تمرين العضل تكبير العضل. هلا هون هلا بدي اقطع على الحركه الثانيه، هي شوي تعتبر متقدمة وفيها توازن. أنا إيدي من هون بهذا الشكل عم بنزل وعم بطلع فيها، برجع بطلع عم بنزل. إذا فينا نعتبر أنها إجر وحدة ما عم دق إجر الثاني بالأرض، فيني أعملها بهذا الشكل، ظهري بده يكون جالس مثل ما شايفين بهذا الشكل، أنا واقف على إجر وحدة، إجري عم يرشفوا فعليا شوي لأنه أنا مش محميهم. فبهذا الشكل من أصعب التمارين. صح، التوازن بصير هون هلا. أنا واقف اذا فيني ب 20 ثانيه بيكون شيء كثير منيح. هون انا عم اول عضلات كثير الداخليه جوات جسمي، وهذا الشيء قليل لحد عم يقدر يصيبه. نعم. او عم يعمله، انه في مفهوم شوي غلط عن الرياضه بهذا الموضوع. فهذا الشكل هلا جاي عم يرجفه، برجع بطلع فيها. طب شو النصايح اللي بتعطيها للاشخاص اللي عم بيعملوا هالتمرين هلا؟
لازم يطلعوا على نقطة معينة، لازم يعني شو أكيد دائما كل شيء أنا بدي أعمله باللونجز، حركة اسمها اللونجز عم بنزل، نظري ما بدي يكون جالس، بدي يكون عالي شوي. لسبب واحد، مشان راسي التقل هو بالراس. مجرد ما رجعت شوي أنا قدرت أعمل توازن لأنه جسمي رايح لقدام. فبهيدا الشكل صارت إجري 90 درجة، عليت راسي، بقدر أطلع، بقدر أعمل أي شيء بدي إياه، بقدر أعمل بوش لورا. بهيدا الشكل فيني أعمل البايسبس، فيني أعمل الترايسبس فيها، وبعدني واقف على إجر وحدة. بدك أوكي. تركز إنك تضبط إجرك، لأن إجرك عم ترجف، ممكن بأي لحظة تسقط يعني. ويفضل توني إن واحد يكون شارح من إجره هو عم يعمل هالتمارين، كل شيء تمارين توازن عشان الإجر تاخد شكل الأرض، ويكون جسمك كله عم ياخد هيدي القوة من كعب الإجر فعليا أو من الأرض. هلأ التمرين شوي متقدم أكتر، أنا عم بنزل، عم بحط إيدي وعم بطلع فيها بهذا الشكل، عم بنزل وعم بطلع. هون صار التوازن على ميلة وحدة، وهيدي إذا الشخص عنده ميلة أقوى من ميلة على الحديث اللي عم نحكي عنه بيعمل هول التمرين. هلا إذا بدي صعبها شوي، عم بنزل عم بطلع، فوت فيها لجوا، السبب إنه عم صيب ظهري كمان، فوت هون عم بطلع. بالرقص المعاصر صح. هلا الشيء بعد أصعب منه، أنا بحط إيدي من فوق، بدي أطلع، ما بوقف وقفة كاملة. أوكي؟ إيدي جالسة، دائماً نظري جالس، كون مركز. إيدي التانية بتكون هيك لتقدر تعمل لي توازن بجسمي. هولي، هلأ هولي إجمالاً أهم تمرين نحن فينا نعملهم، وأكيد ما في شك إنه كل ما نحن عملنا تمرين خاصه بالمعدة والظهر والإجرين هذا الشيء كتير بيساعد، يعني هو فينا نحن نعتبرها بدي أحط إيدي بهذا الشكل على بعض. وبدي احط اجري هون، هون الركسر كله على معدتي على اجري وعلى ظهري بهيدا الشكل. هلا اذا قدرت انزل واطلع فيها هيدا معناه انه عندي توازن كثير قوي. نعم. ونزيد بعد شغله. بتسأل اذا اليوغا، وما بعرف اذا في ناس اختبروا اليوغا ممكن يشاركونا بهالموضوع، بتساعد اليوغا على التوازن؟ اليوغا كثير بتساعد اكيد، وانا من الاشخاص اللي بفضلوا يعملوا يوغا مره او مرتين بالجمعه اكيد، بس بده يحمي وتبيين قبل، هذا الشيء كثير اساسي. وفي سؤال انا سأل حابب بس جاوب عليه، لانه هذيك المره سالت كمان فيهم بالتي في، الشخص لما عم يقدر يعمل سكوات عنده توازن عنده كل شيء، هي شغلتين لازم يقويهم، منطقه الكوادريسبس بيكون في عنده فيها ضعف بالناس اللي ما عم تساعده انه ترجع تشد له اياها. والمنطقه الثانيه هي الظهر السفلي اللور باك. فهو الشغلتين مجرد ما قويوا فينا نقدر نعمل سكوات مش بس 90 درجه، فينا انزل فيها واقعد تحت وبطلع بسهوله. وللاسف غالبيه الرياضيين ببدوا الطبقه العليا من الجسم على الطبقه السفلى، مع انه هو الاساس. صح، مع انه نحن كمان نحكي اذا بالنسبه للرجال التستوستيرون بيساعدنا، بس نكون عم نتمرن بالاجرين بيعلى التستوستيرون. نعم. يوسف قريب اوغلو، نحن بنشكرك دائما هيك اعطينا التوازن اليوم اكثر واكثر.